مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل التحديات والانطلاقات على ارضيه هذا الميدان. ينطلق شوطنا ايضا الثالث المخصص لفئه الابكار الفطامين. المسافه هي الكيلو والميتين مباشره على المركز الاول ليجد الجوهره سعيد بن عبيد بن علي الحمودي القادم على المركز الاول. المركز الثاني وصلتنا على المركز الثاني هي نقوى محمد بن احمد بن سيف الغيث، من ياتي على المركز الثاني ويقدمها بالمسار المميز. المركز الثالث الوصول والقدوم من نجاح علي بن راشد بن حمود الاكتبي يقدم لنا نجاح على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم مع ثالث الاسماء الظبي خليفه بن سالم بالضبيعه يقدم لنا الظبي، ولكن البدايه مع الصداره راحت الجوهره، راحت مع المركز الاول. انطلقت الجوهره سعيد بن عبيد بن علي الحمودي، من ياتي مع الفوز، من ياتي مع الانتصار. العصا قوس، العصا في الفطان بلا اي اوامر ولا تعليمات، طارت الى الفوز والانتصار. اعلنت الجداره، اعلنت الفوز والانتصار. مشكور، مشكور راعي الجوهره، مشكور سعيد بن عبيد بن علي الحمودي، مشكور على هذا الاداء. والعصا في الفطان والتوقيت الافضل. المركز الثاني خليفه بن سالم بضبيعه، المركز الثالث محمد بن احمد الغيث المري، التوقيت دقيقه و 42 التوقيت الافضل، يتحطم مع النوعية المميزة. مشكور سعيد بن عبيد بن علي بن عبيد الحمودي على هذا الاداء المميز. دقيقة و 42 ثانية والعصا في الابطان، هذه النوعية والفلا، هذه النوعية المميزة بأداها الكبير. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.